السيستم ده بيسموه كده الرومر ميت. اختصار للروم مونيتور اللي هو اوبريتنج سيستم بيتحط جوه الروم بس. الميني او اس اللي اسمه الروم ده ضعيف جدا جدا، ما يقدرش يقوم شبكه، ما يقدرش يقوم لان، ما يقدرش يقوم موان. اخره ايه؟ اخره يقوم لك الراوتر قدامك بس عشان تعرف تقول له شويه اوامر يداونلود منها او ينزل منها اي اس يتصرف اي سطر تنزل منها اوبريتنج سيستم. يعني تاني الهدف من المرحله دي امتحان الاي اس. سؤال امتحان مشهور قوي يقول لك رتبهم ليه؟ يعني رتبهم ليه؟ ايه ثم ايه ثم ايه؟ هي الديفولت في تحميل الاي اس بيدور على ايه؟ الاي اس ده فين؟ ثم فين ثم فين؟ فصح فلاش تي اف تي بي وبعدين الروم فلاش ثم تي اف تي بي ثم الروم. وباذن الله ما تعرفش المشاكل دي ويتحمل اخيرا الاي اس. بعد ما الراوتر بيحمل الاي اس خلاص الفقره الاخيره اللي قصاده عشان ايه؟ يحمل الكونفجريشن. يعني بعد ما حمل الاوبريتنج سيستم يبقى ناقصه بس يحمل الكونفجريشن. طيب توقع يدور على الكونفجريشن فين كاول مره؟ عايز يدور جوه الاول، يدور على الاي كونفجريشن فين؟ في الان فيران. يبقى تاني هيدور على الكونفجريشن في الان فيران. اشمعنى في الان فيران؟ في الان فيران فيها فايل اسمه الستارت اب فايل. يعني تشوف شو ستارت. لو انت كنت اوريدي مسيف، وانت كنت اوريدي مسيف، فالفايل ده مليان. الراوتر بيعمل ايه لما تسيبه تشغله؟ يقول لك مش جايز يكون الشخص ده كان مسيف. فبيبدا يدور على الاي اس في وسط الكونفجريشن فايل. فين الكونفجريشن فايل؟ سوري، بيدور على الكونفجريشن فايل في وسط الانفرام. فين الانفرام؟ جوه الراوتر بتاعه. يعني بيدور اول جواه على الكونفجريشن فايل. لو ما لقاش كونفجريشن فايل جواه، يعني لو ما لقاش الانفرام شغاله، لقاها فاضيه، يعني انت ما سيفتش، هيبدا ان هو يروح مدور بره. وبرده بره ده اللي هو فين؟ تي اف تي بي، دي التركيبه الديفولت. انت بقى ممكن تعمل ايه؟ تميكس وتماتش ما بين دول وما بين دول. عندك كام احتمال لو عايز تميكس وتماتش؟ بيقول لك الميموري دي بتسمح ل 16 بت احتمالات، 65000 احتمال. يعني تقول له ايه؟ تقول له لا انا عايزك تدور الاول في الدي اف تي بي وبعدين الفلاش وروم في الاخر. تقول له لا انا عايز ادور في الفلاش وتي اف تي بي في الثاني. وهنا تيجي تقول له لا انا عايز ارد في تي بي ثم الانترنت. تقعد تميكس وتماتش زي ما انت عايز. 2 1 0 2 اكيد هو الافضل. هو بيدور الاول جواه، ما لقاش يدور براه، ما لقاش. لو الكونفجريشن فايل لا موجوده في الام دي رام ولا موجوده على دي اف تي بي سيرفر، عارف الراوتر بيفتح ايه في الخطوه الاخيره؟ بيفتح لك مود اسمه السيت اب مود. يعني ايه سيت اب مود؟ تفتكر حاجه عن السيت اب مود؟ كنترول سي. لو كان يس ونو، كان يس ونو ديالوج، ساعه لما كان يقعد يسالك اسئله كنت قلت لك كنسل ودوس كنترول سي عشان تمضي كونترات الاحتراف، فتبدا ان انت تعمل كونفجريشن. المهم في اي حاله من الثلاثه، لو لقى كونفجريشن في الان دي رام، لو لقى في الان دي رام هيحملها لك في الرامات. يعني الان دي رام دي ما بتشتغلش منها الحاجه، الميموري الوحيد اللي بيشتغل منها بشكل راننج هو الرامات. يعني لو لقى كونفجريشن في الان دي رام، الان دي رام دي مجرد تسهيله، يعني مجرد بس حاط يعني مخزن نسخه من الكونفجريشن فيه عشان خاطر لما الراوتر يقوم ياخد نسخه من الكونفجريشن السايبه دي هوب على الرامات. طب افرض لقى كونفجريشن في الكي اف تي بي، هيروح محملها برضه على الرامات. طب افرض فتح لي الاسئله ليس ونو، لو فتح لك اسئله ليس ونو وانت دوست له كنترول سي وقعدت الكونفيجر، كل ده بيتخزن على الرامات. على انهي فايل في الرامات؟ على الراننج كونفيج فايل لو نشوفه بشورا. يعني من الاخر لازم الكونفجريشن اللي يشتغل من الراوتر ما تبقاش متسايبه على الانترنت، ما تبقاش متسايبه على فايل خارجي، لازم في الاخر ياخدها ويحملها على جوه الرامات بتاعته. لازم الراننج كونفجريشن تكون جوه الرامات. الرامات هي النفس اللي بيتنفس منه الجهاز بتاعك. المهم الاوبريشن كده خلاص خلص. ماشي، ايه اللي ناقص بس؟ معلومه اخيره. لو حبيت تغير الباسورد وانت مش عارفها، او بمعنى اخر انت شغال في شركه، واحد من زمايلك ساب الشغل ومعرف باسوردات، شغال في لاب، واحد من حبايبنا اللي في اللاب راح عمل باسورد وسيب، لاحظت ان انا ما اديتكش امر التسجيل غير في الاخر. ليه؟ كنت دايما بتاذي قوي. الناس بتعمل ايه؟ ناس تبقى متحمسه جدا ويروحوا معرفين كونفجريشن وباسوردات، وبعد ما يخلص كافي ران ستارت ويروح. يجي الناس اللي في اللاب اللي بعده يفتحوا الراوتر. ايه اللي بيحصل بعد ما يفتحوا الراوتر؟ الشرح اهو. الراوتر بيبدا يشغل باور اون سيلف تيست، تقعد الانوار بتاعت التنور بتاعت كل الليدات بتاعت الراوتر. وبعدين يستشير الريجستر اللي هي بالديفولت. بعد ما استشار الريجستر، الريجستر قال له امشي كده ثم امشي كده. كان الراوتر بيلاقي الاي ام اس في الفلاش وبيلاقي كونفجريشن في الانفرام ويحملها ويقول له هات الباسورد. يقعد يكتب في سيسكو مفيش، فيسكو مفيش، ديسكو مفيش، يقعد يكتب كل الباسوردات اللي يعرفها مفيش. ايه الحل ساعتها؟ الحل ساعتها كان لازم انا اتدخل تدخل جراحي. نفس القصه دي هتحصل في شغلك. ممكن واحد يروح مسيب كونفجريشن ويطلع من الشغل،
يا انا نسيت اقول لكم الباسوردات. طب انت فاكرها؟ لا انا نسيت، انا كمان ده بقالي كتير بقالي الشغل. مديرك ساعتها هيقول لك ايه؟ لك تتصرف انت، عشان تتصرف لازم تعمل حاجه اسمها باسورد ريكفري. ما هو مقصود بكلمه باسورد ريكفري؟ استرجع الباسورد اللي سرقت. بس فيها طريقه بسيطه تخلص خلاص الكورس بتاعك، او تخلص يعني المحاضره بتاعتنا. لو حصل انك انت وقفت قدام راوتر عليه باسورد متسيبها، وبعدين انت مش فاكر الباسورد، او حد من زمايلك يقول لك حطها ومش فاكرها، ازاي تتصرف في خطوات بسيطه وسهله؟ اكتبها لك، اكتبها لك في الاخر خالص، يعني اكتبها لك في المكان ده في المذكره، وفي الاخر في وسط الكونفجريشن جايد، ازاي تعرف تكسر الباسورد لو فتحت راوتر اهو لقيته بيسالك هات باسورد وايه اللي ممنوع الدخول. بس دي يعني معلومه طبعا، الطريقه دي مش هتنفع تشتغل فيها الا باي كونسول اونلي. سؤال في الامتحان يقول لك انا اعرف نعمل باسورد كفر باي تنت ولا باي كونسول ولا باي بوث؟ كونسول اونلي لسبب، لو الطريقه دي باي تنت كنا هنخربها، يعني اي حد يروح متنت يعمل الطريقه يعرف يجيب الباسورد او يعرف يلغي الباسورد. باسورد كفر معناها ايه؟ معناها انك انت هتحافظ على الكونفجريشن بس تقدر تعدل الباسورد او تشوفها لو حاجه. عارف في راوترات البيت ايه البديل؟ في راوترات البيت لو انت عملت باسورد ونسيت، في زرار بتكلم خدمه العملاء يقول لك يا باشا في زرار اسمه ريسيت، دوس عليه، تفضل دايس عليه 5 ثواني 10 ثواني على حسب الموديل وتسيب. ايه اللي هيحصل؟ يتضاف له كل الكوماندز اللي عليه راحت وكمان معاهم الباسورد. اما الطريقه دي على الحاجات الكبيره بتاعت سيسكو جينيفر يقول لك راوتر بملايين كونفجريشن بملايين تتمسح كده بزرار، لا لازم يكون ليها ستيبس، بحيث يعني ما يبقاش بالحظ، يعني ممكن واحد يكون ايه واقف على الراوتر كده ومش واخد باله. اتضاف لا هو مفيش بالدرجات دي، مش عايزين نبقى الرواتب الكبيره بتاعتنا، واحد ايه قاعد مريح شويه يعمل كارثه. فتبقى طريقه وليها خطوات، فاللي عمل خطوات هو عارف كويس هو بيعمل ايه، ان هي خطوات رخمه يعني محدش عارف يعملها الا معاه كتاب او محافظه، فاللي بيعملها متاكد ان الوقت بيغير الباسورد. وبعدين باسورد الكفر دي ميزتها ايه؟ ان احنا هنحافظ على الكونفجريشن بتاعتنا ولكن هنقدر ان احنا نلغي الباسورد. هي بتحتاج حاجه بتاع دقيقه داون تايم في الراجل. يعني يفضل لما تحب تعمل حاجه زي كده الشبكه بتاعتك لايف، بقى الموظفين روحوا والدنيا هاديه، هتعمل القصه دي بتاخد بالظبط بالكتير دقيقه. هتحاول في دقيقه تخلص الاجراءات دي، هوب تلاقي الراوتر قام بالباسورد الجديده بتاعتك. بص تاني بقى ايه هيحصل؟ جيت تشغل الراوتر طلب اول خطوه هو كده محمل الاي او اس ومحمل كونفجريشن. انا ما عايزه يسيبه، عايزه يحمل الاي او اس بس مش عايزه يحمل الكونفجريشن. ليه؟ ولو حملت الكونفجريشن هيسالك على باسورد. انا نفسي انه يحمل الاوبريتنج سيستم ماشي يشتغل معايا كويس، بس ما يحملش كونفجريشن، بس ما يمسحهاش، يعني الكونفجريشن تبقى موجوده بس ما يقومهاش. طب انا عايز كونفجريشن في ايه؟ عشان هعدي فيها، مش عايز اقومها ليه؟ عشان ما يسالنيش عليها. طيب فبص بقى الخطوات بتعمل اول ما تلاقي راوتر بيسالك على باسورد، يلا هتبدا توقع الراوتر، هتعمل ايه؟ باور دي اول ستيب، اوف ثم اون دي الراوتر. يعني هتبدا تطفي الراوتر وتشغله، كده انت الراوتر وقعته. ليه وقعته؟ كده الراوتر بتاعك انت خليته يتنحى لحد ما يقف. كده الراوتر خلاص كل اللي هو عليه الداتا اللي عليه اتكسر. مش الداتا اسف، يعني اي داتا بتعدي من خلاله خلاص مش هتعدي. اي حد بيحاول يوصله دروب. وتشغله تاني. اطفي وشغله بسرعه. هم والراوتر بيقوم وانت بتشغله بسرعه. اوعى تسيبه يوصل لمرحله انه تشيك ريجستر، انه عامل تشيك على ريجستر. هيلاقي ان الاي او اس نورمال ماشي، يعني مش مشكله ان الاي او اس نورمال. كونفجريشن نورمال. مش عايزها خالص. فهنعمل ايه؟ زي ما الناس ساعات وهي بتيجي تقوم ويندوز يقعد يدوس على زرار اف 8 يعني. ساعات بيسالوا سؤال في انترفيو لك ايه سؤال او بالظبط ايه سؤال ايه زرار تدوس عليه عشان خاطر تخلي الراوتر ما يقومش مثلا، الكمبيوتر بتاعك ما يقومش. انت مثلا تلاقي ناس يعني ناس خبره في الويندوز يقعدوا مثلا يدوسوا على اف 8. احنا هنا بقى بندوس على اي زرار؟ صح، هتدوس على زرار كنترول مع زرار بريك. ليه بقى؟ في الكيبورد زرار اسمه بريك. محدش عارف ايه فايدته، هي فايدته ايه؟ بمعنى جنب سكولر في زرار اسمه بريك. بص مكتوب تحت بريك بيبقى مكتوب فوق بوز. كنترول مع الزرار ده شغال لك البريك ولا البوز؟ بص تدوس عليه كده المفروض بريك. صح، هو بص هو تدوس عليه كده بريك. الكنترول المفروض بيطلع لك حاجه للابر اللي فوق الكيبورد فوق، فكنترول مع بريك بيعمل حاجه اسمها بوز. يعني كنترول مع بريك بيعمل بوز. يعني ايه بوز؟ تدوس كده بالظبط كده استنى بالظبط كده انت بتعمله بوز. بعض الناس في البلاي ستيشن لما تدوس كده بتعمل ايه؟ في البلاي ستيشن تقطع كوره.
ولا ناسي اللي اتغرب ولا ناسي فين حازم فينك ما بلاش حاضر ماما فلما تدوس كنترول بريك فكده انت بتعمل ايه بتقطع على الراوتر بتقطع على الراوتر اللي طالع بتاعك هتلاقي الراوتر ده وقف كل حاجه ويقول لك يا باشا يا باشا انا هقف لك على ميني اوبريتنج سيستم وقول لي انت عايز ايه انا لو سبت الراوتر يقوم هيقوم يسالني على كونفيجريشن وباسورد يسالني على باسورد فانا هقول له كنترول بريك بيعمل ايه كنترول بريك هيخلي الراوتر يستارت يعني يوقف كل حاجه ويستارت في الروم 1 يعني بص هتلاقي الراوتر فتح لك ايه؟ فتح لك ايه؟ روم 1 اكبر منه ايه روم 1 اكبر منه؟ ان الراوتر كده يقول لك انا واقف في الروم 1 على الميني اوبريتنج سيستم معلش احنا ليه عملنا الحركه دي؟ عشان خاطر هغير في الريجستر ال 65000 احتمال فيهم احتمال واحد ينفعك في موضوع الباسورد ريكفري ايه الاحتمال اللي يفيدك في الباسورد ريكفري انك تقول له كده كونفريك اللي هي كونفيجريشن ريجستر كده كده كونفريك 0 اكس يعني ايه 0 اكس؟ اكس 2 1 4 2 تاني انا ليه عملت الامر ده من على الميني اوبريتنج سيستم عشان ما كنتش هعرف اعمله من الطريقه العاديه دي جيت اشغل الراوتر بالطريقه العاديه كان هيسالني على باسورد اقول له انيبل يقول لك مفيش حاجه اسمها انيبل باسورد الاول اقول له كونفيتي يقول لك يا باشا مش لما تعدي الانيبل الاول ما كانش هيعدي فازاي كنت هتعرف تغير في قيمه الريجستر هي فيها 65000 احتمال فعشان كده عملنا خدعه والراوتر بيقوم عملنا له كنترول بريك بوز يعني فالراوتر لما عملنا له بوز راح موقفنا جوه الميني اوبريتنج سيستم ده ايه مثل الاوبريتنج سيستم ده ما فيهوش باسوردات خالص باسورد الكونسول ايه ده؟ باسورد الكونسول وراحت الكونسول انت قبل ما تخش حتى على اي حاجه باسورد الكونسول دي بيحملها فين؟ لما يخش الاول جوه الانفي رام ويلاقي كونفجريشن مكتوب فيها لاين كونسول زيرو باسورد كذا هو اصلا ما وصلش للمرحله دي لسه الراوتر بيعمل باور اون سيرفر ديسك بس انت كنترول بريك بيخلص الباور اون سيرفر ديسك ويبدا يروح مدخلك على الديسك لما تقول له بقى 2 1 4 2 جايبين احنا من كتالوج الراوتر الراوتر بيفهم ايه لما تخليها له كده؟ هيفهم انه يلود اي او اس نورمالي يعني هيحمل الاي او اس بشكل عادي والكونفجريشن بص هيعمل ايه في الكونفجريشن؟ هي باي باس الكونفجريشن فايل هي باي باس الاندي رام يعني ايه كلمه الباي باس؟ خدناها في الكليه باي باس يمر على عليها كانها مش موجوده يعني بص الراوتر هيعمل ايه؟ بص الراوتر هيعمل ايه؟ هيمشي في خطواته العاديه بس هي عند حته يكون في كيسود انجرام ينط. يعني مش هيسكيب الخطوه دي. معلش اي كود اللي يخليه يسكيب الخطوه دي؟ 2 1 4 2 فلو خليت الريجستر بتاعك 2 1 4 2 هيحصل بص هي الطريقه دي مش 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 هتمتحنك في الانيه بس دي ليك انت في الشغل. بس السؤال ليه يقول لك لو خلينا 2 1 4 2 دي بنستخدمها في ايه؟ يوز ديفول باسورد ريكفري يعني العنوان بس يوز ديفول باسورد ريكفري لكن الطريقه دي ليك انت بس وعايزك تجربها لو بتعرف على الباكت ريسر عرفت تعملها ازاي على الباكت ريسر خش على الراوتر واقعد اعمل كوماندات حط باسوردات صعبه جدا ما تفتكرهاش حتى اقعد اكتب اي باسوردات وسيب وبعدين اقفل الراوتر وشغل عارف لما كنا بنحط الكاكر اقفل الراوتر وشغل اقفل الراوتر وشغل ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي الراوتر بدا يسالك على الباسورد اعمل نفسك نسيان ماشي مش عارف فتعمل ايه بقى عشان خاطر يعني تعمل نفسك يعني بتعمل اللاب دوت تروح دايس باور اوف اون تاني وصلك على الباسورد هنشتغل اتفي وشغله تاني هو بيقوم قبل ما يكون وصل للمرحله دي بيقولوا المرحله دي تاخد لها قد ايه باور اوف اون سيرفيس يقول لك 30 سكند يعني قبل 30 ثانيه ابدا اعمل له كنترول بريك هتلاقي الباكت تريسر فتح لك رومون اكتب له كده كونفريج 2 1 4 2 وبعدين وبعدين اطفي الراوتر وشغله تاني باور اوف اون ايه اللي هيحصل لما عملت الحركه دي؟ الراوتر هيقوم اهو بص بص تاني الشرح اهو هيقوم يتشيك على الهاردوير بتاعه باور اون سيرفر ديسك هيشوف الريجستر بص عليه الريجستر كام؟ 2 1 4 2 فهيعمل ايه؟ هيقوم الاي او اس عادي فلاش مثلا لو موجود فيه ومش هيبص على الكونفجريشن الكونفجريشن سايبها لكن هو مش هيحملها في الرامات يعني مش هيحملها في الرامات يعني الراوتر هيقوم ازاي؟ الراوتر هيقوم الرامات بتاعته فاضيه والان في رام ما اتحملتش في الرامات الان في رام فيها اول كونفجريشن بلس الباسورد انت كل اللي اهم بتغيره ايه؟ الباسورد بس عايزك تسيب الاول كونفجريشن عشان كده ابوس ايدك ما
تغلط غلطه منحه. مين منحه؟ واحد صاحبي ما تعرفش ماله منحه. بص هو اسمه كودي منحه، يعني عايز اقول لك اسمه حقيقي عشان خاطر هو شغال في شركه مشهوره ما يسهلوش. منحه كان واخد ايوه تيم ليدر هناك دلوقتي. ايه اللي حصل؟ منحه كان شغال في شركه ادويه، شركة أدوية علاقتها بالشبكات. يا باشا أي شركة دلوقتي محتاجين لازم مهندسين أي بي أو مهندسين شبكات. شركة أدوية مالها؟ عندها حسابات وعندها أدوية وقاعدة بيانات، فلازم يكون في حد مسؤول عن الشركة. عارف هو إيه مشكلته؟ شركة كانت شركة مالتي ناشونال. هو كان ماسك فرع القاهرة. عارف ماسكه إزاي؟ كل ما تحصل مشكلة ألو يكلم فرع إنجلترا، فرع رئيس في إنجلترا. معلش احنا عندنا مشكلة، ممكن تخش تصلحوها؟ ده كان شغله. بيقفل السماعة. يصلحوها يروح قايل مديره تمام اتصلحت. هو مخنوق من كده ليه؟ مدير يقول له زود لي فيلانات، يروح رافع السماعة له ممكن تزودوا لنا فيلانات؟ ده كان الشغل بتاعه. فيروح مزودين فيلانات يقول له ضمت، يقول له مديره ضمت. هو كان خانق من ايه؟ يقول له انا ما بعملش حاجة، انا قاعد بتكلم في التليفون بطلب منهم طلبات هما بينفذوها. انا نفسي مرة هما اللي يطلبوا مني الطلب. يعني قال لك انا أمنية حياتي يجوا يخشوا على الراوتر يلاقوا الراوتر مش راضي يخش يكلموني يقولوا لي يا مدحت الباسورد دي، اقول لهم الباسورد مدحت. كان كل تقنيته خد الكورس عشان كده، يعني دفع فلوس الكورس يقول لي انا عايز اتعلم شبكات كويس عشان افهم في الاخر ازاي يجوا لي يتذللوني. قلت له طب انت ممكن تسيب فيها شغل، قال لي اسيب الشغل اسيب الشغل، ولكن يجوا لي مره يقولوا لي الباسورد دي اقول لهم الباسورد از مدحت واسيب الشغل. يعني ايه مره كده يسيبوني اسيب لهم؟ المهم يا باشا مدحت عمل غلطه لا تختفر، انا بحكيها لك عشان خاطر تاخد منه كيس ستادي ما تغلطش. اول ما عمل الحركه دي عملها على الراوتر، جه شغل الراوتر اوف اون لاخر مره، الراوتر قام. عارف كاتب ايه؟ الراوتر كاتب له كده راوتر اكبر مني، يعني نت افلت مفيش اي حاجه خالص، ما سالوش على باسورد، كتب له انيبل. لا الراوتر بيكتب له كده راوتر شباك شبيك لبيك عايز ايه؟ يعني الراوتر متطفل بس الكونفجريشن فين؟ فين ان في رام؟ عمل غلطه العمر. ايه غلطه العمر؟ راح جاي كاتب كلمة السر مدحت اللي هو بني امر انيبل سيكريت مدحت وراح يسيب. ايه اللي حصل؟ اول حسسبنس طبعا امال ايه؟ شكرا يا باشا حسسبنس اللي عملته معانا. ايه اللي حصل؟ عمل غلطة ان الراوتر اصلا اللي كانت فاضية كتب عليها باسورد وراح مسيب. المشكلة لما بتسيب ايه اللي بيحصل؟ الفايل ده بيتمسح كله وبيتحط مكانه فايل. اصل بص هي مش كوماند بيحل مكان كوماند، هو فايل بيحل مكان فايل. الران فايل كوبي ران ستارت، الران فايل مسح الستارت فايل واصبح ايه اللي موجود في الستارت فايل؟ بس يا باشا للدرجه ليه؟ وقع راوتر. ليه وقع راوتر؟ الكونفجريشن كلها ما بقتش موجوده ومش هنعرف نرجعها، ده مسحها. ترن ترن اللي حصل انجلترا بترن. هلو مستر مدحت؟ قال لهم هلو ما يعرفش المصيبه. قال بس دول جايين لنا. قالوا له مستر مدحت انت تعرف ان الراوتر اللي عندك داون؟ طبعا هو بدا يقلق، انا عرفت الباسورد بس مش داون. قالوا انت تعرف ان الكونفجريشن اللي عليه هي الكونفجريشن بتاعت الفويب للميدل ايست كله؟ قال لهم ها؟ ما اعرفش. وفي الاخر بيطلبوا الطلب هم بيتنسوا يخشوا. يعني ان الراوتر ده كان الراوتر عليه كونفجريشن اللي فيها كل الفروع العالم بتتكلم عن الميدل ايست فويس اوفر اي بي من خلاله. كان كونفجريشن اتقل بملايين. المهم يا باشا قال لهم انا ما اعرفش حاجه واللي قال لي الكلام ده وراح جايب سلك. عشان كده افكرك تاني لو وقعت في مشكله لا تجيب لا سنتي ولا فوتي ولا فيفتي. عشان بحب اقولها كتير انا عارف انك سمعتها كتير بس كان لازم اسجلها في الفيديو. مش هسجلها كده من دي طب تاني ما اعرفش بحبها. لا هتمشي لا لا يا عم استنى بس حاجه عليا خلاص انا بس كده داخل استنى صعب والله يا ابني تعالى امشي حاجه. انا قصدي بس انا مش عارف اخد فيزا انجلترا لغايه دلوقتي بسبب دوت اسمي مكتوب من مسجلين خطر. ليه؟ قول الناس معلومات مخطئه. انا ما عملتش معلومات خطا، انت اللي نفذتها غلط. عشان كده ارجوك ركز بقى في العمل. العمل ومدحت غلط ليه؟ ان مدحت فعلا راح راوتر فاضي يعني رميت فاضي. فاللي كتبه كان ده الباسورد، فالباسورد مكتوبه جنب الفاضي يعني فاضي وباسورد. سيب فايه اللي حصل؟ اتمسحت الكونفجريشن وما تبقاش في الكونفجريشن فايل. ايه ده فاضي ومدحت؟ ايه ده؟ مين؟ اه غير مدحت بس. المهم اللي حصل ان مدحت بيقول لي ساعتها قعدت طول الليل اكونفيجر سطر سطر، هم على التليفون يقولوا لي وانا اكتب يقولوا لي وانا اكتب. قالوا له خلصت مدحت؟ قال لهم خلصت. قالوا له سيفت؟ قال لهم خدت سيفت. ثاني يوم ثاني يوم لو سمحت تيجي تاخد ايد حسابك انت مش موجود معانا نو مور مدحت. طبعا يعني ايه؟ نكد عليك.
عشان خاطر ما تحصلش يا سجن يا سجن حبس يعني يا اما طرد من الشركه بتاعتك ما تعملش الحركه دي. هو لاحظ الحلو ورزق ربك انه بعد اسبوع راح اشتغل في شركه كبرى مش قادر اقول اسمها عشان بس التسجيل الراجل ده عارفها خلاص عارفها فهي شركه روبوت اون وشغال تيم ليدر هناك وما اقدرش اقول لك على اسمه الحقيقي ايه عشان هو مش بيضحك اسمه الحقيقي حاجه ثانيه عشان خاطر ممكن يطلع في الاخر حد من الحاضرين شغال في الشركه دي ويروح يزل يقول له انت احمد عبد الرازق على فكره كل ما اروح كان سبينس فتح في سنارز كل ما اروح سبينس الاقي نازل يا عم انت بتعمل ايه؟ يقول لي يا باشمهندس بجيب حاجات عشان خاطر عندنا شفت وبعدين ما شاء الله هو التيم ليدر بتاع التيم بس مساعدة بنزل له برضه فاكر انا فاكر بس المهم بقى عشان خاطر ما تنهارش السل ده بتحس والتسيح ده على القنوات المرئيه اللي موجودين المرئيه فيا ريت نصيحتي ايه نصيحتي؟ اولا اوعى تعمل كده اوعى تعمل كده عايز تزلهم زلهم بس باحترافيه ازاي؟ اول ما الراوتر يشتغل انت عديت مراحل الباسورد عارف الباسورد تبقى فين؟ يا قبل ليفل 1 يعني الباسورد يا اما هنا يا اما ما بين ليفل 1 و 2 اللي هي لما تقول انيبل يسالك على انيبل باسورد كونك اصلا وصلت للمرحله دي اخر مرحله بتتسيت على الباسوردات يعني ده اسمه البريفليج مود ليفل 2 في الكونفجريشن لو كتبت كون في دي ما حدش يسالك اصلا على الباسوردات حتى لو في باسوردات مفيش باسورد لكون في دي الباسوردات فين؟ يا اما لوجن وانت بتلوجن يا اما لما تقول له انيبل انت دلوقتي في الاناني عشان كده احسن حاجه تعمل ايه؟ تعمل امر كوبي بعد ما دخلت خلاص تقول له كوبي ستارت رن انا عايز بقى ايه فطنتك الكوماند ده معناه فروم بالظبط تو يعني ما هو كوبي رن ستارت ده اللي بتسيف دي هنا العكس والكوماند ده ما بيتكتبش غير الباسورد ريكفري بس اللي هو ايه انك اول ما الراوتر بتاعك يبدا يخش معاك على انيبل مود انت ما تقلقش خلاص من الباسورد بص يقول ايه كوبي ستارت اللي هو ده فروم يعني الاخر كده قلت له حمل الكونفجريشن هتحمل الكونفجريشن وهيبدا يكتب لك اسم الراوتر والشباك شباك يعني يا باشا انت خلاص جوه انيبل مود وكونفجريشن يعني الباسورد وراك يعني ضحكت عليهم لفيت حواليهم ورحت معدي الباسورد وانت جوه والراوتر كده اشتغل تاني رجاء اوصل للخطوه دي في اقل وقت ليه في اقل وقت؟ طول ما الراوتر بتطفيه كنترول بريك على الرومن بتطفيه اسم راوتر كل ده راوتر داون يعني الراوتر مش شغال ليه؟ راوتر اسمه راوتر يعني ضاف له اصلا فين الايباد اللي عليه؟ فين الفريم ريلي لو شغال؟ فين الاوز بي اف؟ كل ده مش شغال. بعد ما تكتب الكومنت ده الراوتر بيبدا يحمل الكونفجريشن وبقى شغال يعني يرجع شغال. فحاول على قد ما تقدر في اقل وقت ما تقعدش نص ساعه تتفرج. اكبر من وبعدين يعني الراوتر كل ده واقع والشبكة كل ده واقع يعني خليك سريع شويه انيبل طب وبعدين يا عم كم ستارت رن يعني خلص والباقي بقى براحتك ايش اتفضل هو ليه الكونفجريشن بيتمسح قبل الكومنت ده؟ ما هو بص هو في الاخر فايل اسمه رن فايل اسمه ستارت فانت بتقول ايه؟ خد نسخه من الرن حطه في الفايل ستارت فبيعمله توتال سبستيوشن لو حطيت باسورد قبل الكومنت ده ليه الكونفجريشن لو حد ليه الكونفجريشن اتمسح؟ لا ما انت الفايل اللي على الرن كان اصلا فاضي ما كانش اصلا في حاجه يعني انت لما عملت الحركه دي ايه اللي حصل؟ الراوتر عمل باي باس للكونفجريشن يعني الرامات كانت فاضيه هو عمل ايه؟ راح مسيف اللي فاضي عمل ايه؟ في الاخر فايل فاضي طبعا في فايل تاني مليان هو قال له ايه؟ خد نسخه من الفايل الفاضي حطه في الميموري دي فراح مسح الفايل المليان خالص الامر بيعمل ريبليسمنت سبستيوشن للفايل كله لكن الصح بقى تعمل ايه؟ صح بقى هتاخد الفايل المليان على الرامات عدل فيه يعني تبدا تعمل التعديلات اللي انت عايزها عدل ازاي؟ عايز افكرك الباسورد الجديده تمسح القديمه طالما انت داخل على المده محدش هيسالك على الباسورد يعني لو كتبت كونف دي بعدين انيبل سيكريت جديده هيعمل ايه سيكريت جديد؟ يمسح القديم زي ما خدنا في اولها بالاسم جديد يمسح القديم باسورد جديده هتمسح القديم مش هيسالك على حاجه يعني هو بيسالك فوق وانت عديت الخطوه بتاعت اللي فوق عدل زي ما انت عايز وبعد ما تعدل بص هو عدلت دي ما بقتش امتي لما قلت له كوبي ستارت ران يبقى فيها اول كونفجريشن بلس باسورد وانت عملت ايه؟ عدلت يعني هيبقى فيها بلس النيو باسورد سيف سيف ازاي؟ اروح قايله كده بس كوبي ستارت سوري كوبي ران ستارت تاني بص عملت ايه؟ صح عشان ما اقعدش اقعد عشان غلطت زميلك بس ده القصه دي قصه حقيقيه مش بفتح عليك مش بضحك عليك هي بس الاسامي اللي كانت غير حقيقيه هو اسمه احمد ايه؟ ما اقدرش اقول لا عبد الرزق برضه مش صح هو عبد بس مش عارف مش عارف بص عليا عشان خاطر ايه؟ لا يعني كده كتير على الراجل ايه؟ ايه؟ 99 احتمال هو فين 99 احتمال؟ هنجيبه ولا هنجيبه؟ فبص بتعمل ايه؟ بتاخد نسخه من الكونفجريشن على الرامات عشان الراوتر يبقى اشتغل عدل
وارجع الكونفيجريشن تاني عشان خاطر الدنيا ايه تتظبط. والشغل الوحيد دوري لك الريجستر كام، انا عايز اتاكد الريجستر ده 02 ولا 42. الشغل الوحيد اللي تشوف بيه ريجستر شو اسمه، شو فيرجن، شو فيرجن ده بيطلع ايه، بيطلع لك معلومات كتيره اهمهم بالنسبه لنا يا ترى الريجستر القمة القيمة دي كام؟ 2102 ولا 2142؟ تخيل لو 2102 يبقى هيحمل ازاي؟ حلو تمام. لو 2142 هيعمل ايه؟ هيبقى يباص الجرام. اذا انت جميع الاسئله اللي ليها علاقه بالحدوته دي باذن الله تقدر تقفلها. روح كده يا الله.